ازيكم؟ لعبنا امبارح مع روسيا وخسرنا، والناس كلها احبطت، وناس كتيرة زعلت من محمد صلاح، وناس كتيرة زعلت من المنتخب، وزعلت من اللعيبة، وازاي الناس لعبت كده، والمفروض ما كناش نعمل كده. وطبعا كل الناس، المحلل الرياضي بتاعها طلع وقرر كل واحد ان هو يشوف ايه التشكيل المناسب واللي مش مناسب والكلام ده. طبعا من حق كل واحد ان هو ينتقد او ما ينتقدش، بس الحقيقة الهدف من الفيديو ده حاجة مختلفة خالص. هدف من الفيديو ده ان احنا للأسف احنا كنا حاطين ضغوط كبيرة جدا، او حاطين امال كبيرة جدا، لان الامال الكبيرة الاكسبكتيشنز، التوقعات بتاعتنا من حد او من حاجة انها تحصل او ما تحصلش، دايما هيجي معاها disappointments، دايما هيجي معاها احباطات. كنت انا قبل كده اتكلمت اكتر من مره في الفيديوز بتاعتي على الموضوع بتاع التوقعات والاحباطات، وان انت كل ما تتوقع حاجات اكتر كل ما هتحبط اكتر. ليه الكلام ده؟ لان الحقيقه ان السعاده زي ما واحد في يوم من الايام اتكلم عليها، او يعني ادها فورمولا، ادها زي معادله، هي توقعاتك من الحاجه اللي هتحصل وقصادها الحاجة لما هتحصل دي كانت عاملة ازاي. طول ما توقعاتك اكتر من الحاجة، كل ما اوتوماتيك لما الحاجة تحصل هتبقى متضايق. لو توقعاتك اقل، كل ما الحاجة دي لما هتحصل هتبقى مبسوط. لو توقعاتك زيها هتقول اوكي. لو عندكش توقعات خالص في اي حاجة في الدنيا هتحصل لك هتبقى سعيد بيها، زي ما كنت قبل كده مرة اتكلمت في فيديو من الفيديوهات بتاعتي. وعشان كده برضو قلت ان الاطفال دايما هما الاكثر سعاده، بيضحكوا اكتر، بيبقوا مبسوطين اكتر. ليه؟ لان هما غالبا ما يبقوش لسه خلقوا توقعاتهم في دماغهم، فاوتوماتيكلي الطفل ما اديله اي حاجه بيبقى سعيد. احنا لما بنكبر اللي بيحصل ان احنا بنحط توقعات من الحياه، توقعات من البلد، توقعات من محمد صلاح، ان احنا لازم محمد صلاح هينزل هيكسر الدنيا، محمد صلاح ده لازم يبقى زي ميسي، محمد صلاح هياخد الكره ده. كل الكلام ده حلو، بس محمد صلاح ده في النهايه بني ادم، قد يكون لعيب كويس، قد يكون لعيب هايل، انما هو في الحقيقه بني ادم. فتوقعاتنا من محمد صلاح اوتوماتيكلي هتخلي محمد صلاح تحط عليه ضغوط كتيره جدا، وهتخلي محمد صلاح مش عارف يلعب كويس مهما كان عنده قدره على التعامل مع التوقعات دي. انما اوتوماتيكلي لو هو حاول يسعد 90 مليون او 100 مليون مش هيعرف. عمر ما اداء محمد صلاح هينول رضا الناس كلها، اذا كان اصلا ربنا مش كل الناس مبسوطه من الشغل بتاعه، مش كل الناس مبسوطه من الحياه، مش كل الناس مبسوطه من المقدر ليها، فما بالكوا ببني ادم هيعمل ايه في حياته. فعشان كده مهم قوي ان احنا نتعامل مع توقعاتنا. التوقعات بتاعتنا دي بتاعتنا احنا، مش دور اي حد ان هو يجي ويتعامل معانا ويحققها لنا. وللأسف الفيري تيل أو القصة بتاعت الطفولة إن في حد هيجي ويخلي حياتك كلها تبقى أحسن، وهيعمل لك كل حاجة كان نفسك فيها، والستات هيبقى عايزين راجل حصان أبيض فأبيض ولابس أبيض فأبيض، والرجالة هيبقوا عايزين البنت اللي مش عارف عاملة إزاي واللي بتفكر إزاي والكلام ده. الكلام ده مش حقيقة. الكلام ده مفيش حد دوره إن هو يجي يساعدك، ولا حد دوره إن هو ينتشلك من الضياع، ولا حد دوره ان هو يعمل لك الحاجات اللي انت عايزها في حياتك على طول. انت حياتك دي مهمتك انت، لازم انت اللي تعمل فيها وتاخد فيها قراراتك. المنتخب ممكن يكون لعيبة قدوا كويس، ممكن يكون ما قدوش كويس، قصروا ما قصروش، كل الحاجات دي حاجات ممكن نتكلم فيها. انما الحقيقة انا مش دور الناس ان هم يسعدوك. الناس بتلعب عشان خاطر كل واحد، مفيش حد عايز يبقى وحش، مفيش حد في الدنيا نفسه ان هو يقصر، بس كل واحد عنده قدرات معينة، كل واحد عنده كاباسيتيز معينة. فتوقعاتك من الناس انها تتعامل بشكل مختلف عن قدراتهم دي توقعاتك انت، هم مش هيقدروا يعملوا فيها اي حاجة. فارحموا محمد صلاح، وارحموا الناس، وارحموا نفسيكوا. لاني لو انت متخيل ان، يعني انا عارف ان الناس محبطة عشان حاجات كتيرة، عشان ممكن تكون الدنيا غالية، ممكن تكون كتيرة في حياتهم مضايقاهم، انما الحقيقة وناس كتيرة كان نفسها ان المنتخب يجي عشان يفرح البلد، وانا من ضمنهم، كان نفسي طبعا الناس ان مصر تكسب والكلام ده. بس هو في الحقيقة المهم قوي ان احنا نعرف ان مفيش حد دوره ان هو يخلي حياتنا وردي، لا لعيب كورة ولا سياسي ولا ممثل ولا كوميديان.
كل واحد بيلعب الدور بتاعه، بس مهمتك في حياتك هي بتاعتك انت. حياتك دي مهمتك انت، حياتك دي انت المفروض انك تكون مسؤول عنها. فتوقعاتك من الناس، سواء كان محمد صلاح، سواء كان جوزك، سواء كان البنت اللي انت بتحبها، سواء كان ابوك او امك، دي اوتوماتيك هتخليك محبط منه، وهتخليك ما تشوفش الجانب الكويس بشخصيته. يعني مش لازم، في ناس كتير مثلا بيبقى عندهم التوقعات بتاع ان انا ابويا كان المفروض ان هو يدخلني جامعه مش عارف عامله ازاي، بس لو ابوك قدراته كده فمش هقدر ادخلك الجامعه دي، بس عشان انت مركز في الحته بتاعت ان ابوك ما دخلكش الجامعه اللي انت عايزها، او جوزك ما عملكيش ما صفركيش السفريه اللي انت عايزاها، او ما بيعاملكيش بالشكل اللي انت عايزاه، ممكن ما تاخديش بالك من حاجات تانية كويسه قوي فيه. ممكن يكون هو انسان محترم، ممكن يكون هو انسان بيعاملك كويس، ممكن يكون هو انسان طيب، ممكن يكون حاجات كتيره. الاب والام برضو مشكله معظم الناس معاهم هو توقعاتهم منهم عامله ازاي. طول ما انا عندي توقعات ان انا ابويا وامي لازم يكونوا احسن اب وام في الدنيا، طول ما انا حياتي كلها هيبقى فيها مشاكل، لان هم مش هيقدروا يكونوا احسن اب وام في الدنيا، ولا هيقدروا يكونوا بيرفكت، لان هم بني ادمين زيهم زينا. فممكن يكون هم ليهم مكانتهم، ممكن يكون هم بيحاولوا، او ممكن هم بيحبونا، بس هم في النهايه هم بني ادمين. وجزء مهم قوي في بيسموه الماتوريتي او النضوج بتاع الشخص من الناحيه النفسيه، ان هو يعرف ان هو توقعاته دي بتاعته هو. طول ما انا متخيل ان في حد هيجي ينقذني وينتشلني من الضياع ويعمل لي كل حاجه انا عايزها ويخلي ايامي كلها احسن، طول ما انا حياتي كلها هتبقى دايما فيها مقاسي، لان حتى لو الشخص ده جه ولعب الدور ده شويه مش هقدر العبه على طول، لان ده مش دوره. مفيش حد دوره ان هو يجي عشان ينتشلك من الضياع، لا محمد صلاح ولا سوبرمان. على الرغم من طبعا ان احنا كلنا ممكن نكون متضايقين من اللي حصل امبارح، وكان متخيلين ان احنا ممكن الدنيا تبقى احسن والكلام ده كله، انما اللي انا عايز اتكلم فيه هو فكره بس ان امبارح بين لنا قد ايه ان احنا نفسنا ان دايما يبقى في حاجه جايه لنا من بره عشان تهون علينا الحياه، انما الحياه دي بتاعتك انت، انت اللي تاخد فيها قراراتك، وانت اللي تتعامل فيها بالشكل اللي انت شايف ان هو مناسب، مش دور حد ان هو ينقذك. لا محمد صلاح ولا سوبرمان ولا اي حد بيقول لك اي حاجه، ولا شيخ ولا اي حد بيديك نصيحه، مش دور حد ان هو يعمل كده. الناس بتعمل اللي هي حاسه المفروض انها تعمله، انما حياتك دي مهمتك انت.